دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. النهارده هيكون في حفل خاص للموسيقار الكبير عمر خيرت على مسرح النافوره، كمان هيكون في حفل فني للمطرب الكبير محمد الحلو ضمن ليالي مهرجان الموسيقى. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 فعالياته على مسرح النافورة، وهيقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة حفل بقيادة المايسترو ناير ناجي. النهاردة هيحيي الفنان الكبير محمد الحلو الليلة السابعة من ليالي مهرجان الموسيقى العربية 31 على مسرح دار أوبرا الإسكندرية الساعة 8 بالليل، وده هيكون بمشاركة المايسترو هشام نبوي والفنانة الشابة نيفين رجب ونجوم الأوبرا الفنانة حسناء والفنان حسام حسني. النهاردة في الدوري المصري هيكون عندنا مباريات حماسية في إطار الجولة الثالثة من عمر المسابقة. نادي أسوان هيواجه غزل المحلة الساعة 3 العصر، وإمبي مع المصري الساعة 5 العصر. لعشاق الدوري الإنجليزي، النهاردة هيكون في 8 مباريات قوية في إطار الجولة 14 من عمر المسابقة، من أهمها لقاء ليستر سيتي مع مانشستر سيتي الساعة 1:30 الظهر، ونيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا الساعة 4، وفولهام مع إيفرتون الساعة 6:30، وليفربول مع ليدز يونايتد الساعة 9:15 بالليل.